لأن السيد الوزير الداخلية بالنيابة أول شيء عمله هو إقصاء كل الكفاءات التي نجحت في السنة الماضية من أجل فسح المجال لأبناء الغنوشي وأبناء النهضة ليقوموا بعمليتهم الدنيئة. ثمة شيء ما يطبخ، ويبدو أن تنظيم القاعدة يستلم المشعل من تنظيم داعش، وأن هنالك بالفعل إعداد لهجمات وهجمات قوية وقوية جدا. صحيح أنه يمكن أن تصير عمليات يعني محتملة ويمكن أن تصير في الساحل التونسي. جزء من الأزمة السياسية دخلت وزارة الداخلية ودخلت الأجهزة الأمنية في حرب التجاذبات هذه. الخطأ الكبير هو إزاحة لطفي براهم لأسباب سياسية وتجاذبات وتموقع.